الفيصل هنا احنا دايما بقى بنقول في المباريات المهمه دي، وخاصه انه فيها اتحاد افريقي وبطوله افريقيه، الكاف يعني هو اللي هيحدد النهارده اذا كانت المساحات ديت بقى حقيقيه مش حقيقيه النهارده. يعني هو ده الفيصل اللي قدامنا، هو ده لا يقطع الشك باليقين يا كابتن محمد. صحيح، مش كده؟ يعني انا بس لما النتيجه هتظهر ان شاء الله يوم الخميس، يعني يعني انا على المستوى الشخصي اتمنى ان كل لعيبه نادي الزمالك تبقى سليمه، يعني طارق حامد ربنا يشفيه ويبقى موجود في الملعب، اتمنى ان كل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك، عايزين ماتش حلو كل الناس موجوده فيه، مش عايزين ناخد الجول، النتيجه عند ربنا يعني، ما ده اللي بتكلم عليه، عايزين نتفرج على سواء الاساسيين سواء البدلاء سواء كذا، هي يعني ممكن واحد يكون ما كانش هيلعب ويلعب مكان الراجل الاساسي ويبقى احسن منه في المباراه دي، لان برضو الفروقات مش كبيره قوي. يعني وانا بتكلم عن لعيبه النادي الاهلي، الفروقات بسيطه، اي حد ممكن بيأدي، روح الفانيلا موجوده، تركيزه اهتمامه احساسه بقيمه المباراه وقيمه البطوله الكبيره دي بالنسبه للدنيا كلها بقى، بالنسبه لمجلس الاداره واللعيبه والجمهور، فاي حد هينزل اكيد هيموت نفسه في الملعب، وزي ما بقول لك الفروق بسيطه يعني. فاحنا يعني نسيب بس الامور كده على ربنا تمشي، ما نقعدش نتكلم في موضوع الكورونا وده جاله وده كذا وكذا وكذا، محدش عارف يعني.